وصلنا لآخر فقراتنا في حلقة اليوم وهي فقرة وان شوت. دايما بنركز فيها على اخر الاخبار واللقطات الايجابيه، ولقطتنا النهارده في لعبه الاسكواش اللي نجح فيها الثنائي مصطفى عسل لاعب الاهلي ومنتخب مصر وزميلته نوران جوهر حصد جائزه الافضل في شهر يونيو من رابطه محترفي الاسكواش العالميه. ده طبعا جه بعد ما تالق مصطفى عسل على مدار شهر يونيو وشهد تتويجه بلقب بطوله نهائيات رابطه محترفي الاسكواش للمره الثالثه على التوالي. مصطفى عسل اصبح اول لاعب مصري بيحصد بطوله العظماء الثمانيه للاسكواش في ثلاث اعوام تتالية. على الجانب الآخر حصدت أيضا البطلة نوران جوهر لاعبة منتخبنا والمصنفة الأولى عالميا جائزة أفضل لاعب أو أفضل لاعبة من رابطة محترف الإسكواش عن شهر يونيو بعد ما تمكنت من التتويج بلقب بطولة العظماء الثمانية على حساب مواطنتها هانية الحمامي. مبروك طبعا لمصطفى ومبروك أيضا لنوران، وكالعادة لاعبي ولاعبات مصر في الإسكواش دايما بيسيطروا دايما بيهيمنوا على كل البطولات وأيضا على التصنيف العالمي.